voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans voix. مستمعات مستمعي إذاعة من لا صوت لهم مرحبا بكم في برنامج سيتويان دو دوما. تتزامن ذكرى اليوم العالمي للعيش المشترك في سلام مع أوسع مواجهة مست القطاع الفلسطيني في حربه ضد الكيان الصهيوني منذ 2014، حالة صعبة يعيشها الفلسطينيون، عدوان شرس من قبل الكيان الصهيوني، اعتداءات وغارات متواصلة تضرب القدس الشرقية بعد زعم الإسرائيليين على امتلاكهم الأراضي والمنازل الموجودة في حي الشيخ الجراح. حملة تضامنية لمساندة الشعب الفلسطيني انتشرت في مختلف دول العالم العربية والأجنبية منها، ورغم البعد الجغرافي بقيت الجزائر أول وأفضل داعم للقضية الفلسطينية، علاقات وطيدة تجمع البلدين منذ عصور عديدة، بين نصرة الجزائر للقضايا الإنسانية اعترافها بمبدأ تقرير المصير واعتبار القضية الفلسطينية قضية مقدسة، إذا عتمنا صوت لهم انتقلت إلى الشارع الجزائري لمعرفة آراء الشعب فيما يخص العلاقات الفلسطينية والجزائرية. ما الذي يجعل من القضية الفلسطينية أولوية لدى الشعب الجزائري؟ لماذا هي بهذا الحجم من الأهمية بالنسبة لهم؟ لهذا الارتباط الوثيق وهذا المكان رفيعة. خلفيات كثيرة، أهمها هي الخلفية التاريخية. نحن لا نعتبر فقط كمساندين القضية الفلسطينية، ولكننا الشعب الجزائري والحكومة الجزائرية نحن مشاركون في القضية الفلسطينية. الجميع يعرف بأن دولة فلسطين أعلن عنها من الجزائر العاصمة في 1988، ولكن هذا الامتداد التاريخي يمتد لأكثر من ذلك. نحن لدينا إرث في ذلك المكان يجب علينا استرجاعه، لذلك القضية الفلسطينية وذلك الارتباط يمتد جذوره كثيرا وينقل إلينا جيلا على جيل. لطالما سمعنا هتافات فلسطين في المظاهرات الجزائرية وحضور العلم الفلسطيني في مختلف النشاطات الكروية السياسية الفنية والاجتماعية، ما هو السر وراء ذلك؟ هي مجرد ترجمة لتلك المشاعر التي يكنها الجزائريون للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن ننفي أن الشعب الفلسطيني والشعب الجزائري، لأن الجزائريين الآن يعتبرون القضية الفلسطينية وليدتهم، عليهم أن يحموا تلك القضية الفلسطينية، لأن الشعب الجزائري هو شعب حر ولا يقبل الظلم ولا يقبل أن يرى الظلم في أي مكان. ونجد أن فلسطين الآن هي البلد الوحيد صاحب الاستعمار التقليدي، ونحن كجزائريين حديثو الاستقلال قد عانينا من الاستعمار. الشباب الجزائري لا يريدون للشعب الفلسطيني أن يبقى تحت وطأة الاستعمار ويعانوا معاني، لأنه لا يمكن لأي شخص عاقل أن يرى ما يحدث الآن في فلسطين ولا يقف مع فلسطين. نحن لسنا حالة شدة، نحن ما يجب أن يكون، يجب على جميع الدول وعلى جميع الشعوب أن تقتدي بهذا الشباب الفلسطيني وأن تذكر القضية الفلسطينية في أي مكان وفي أي زمان. كيف هو تفاعل الشعب الجزائري بعد الهبة الأخيرة في فلسطين أو قضية الشيخ الجراح؟ الشعب الجزائري كان من السباقين إطلاق حملة أنقذوا حي الشيخ الجراح والتعريف بهذا الحي، كان التفاعل كبيرا جدا، ونجد بأنه لأن الهاشتاغ أنقذوا حي الشيخ الجراح قد تصدر ترند على تويتر وعلى فيسبوك الجزائري. هل التفاعل الجزائري والمساندات المقدمة مقترنة فقط بالأزمات أو هي مستمرة على مدار العام؟ المساندات موجودة على مدار السنة، والحملات الإغاثية موجودة على مدار السنة، ليس فقط في وقت الأزمات. والشعب الجزائري يقوم بتبرعات هائلة للشعب الفلسطيني. بعد الحملة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي ونشرهم للفيديوهات، تم حذف العديد من المنشورات وتوقيف بعض الحسابات
هل يعتبر إخفاء المحتوى الرقمي انحيازاً لطرف غير الآخر؟ مع الأسف بعد هذه الحملة التي شنها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قامت شركة فيسبوك المالكة لفيسبوك وإنستغرام بحذف وتقليل الوصول للمحتوى الذي يتحدث عن القضية الفلسطينية، وذلك بسبب تحديثها الأخير لسياسات الاستخدام، حيث أصبحت اللوغاريتميات تحذف كل ما هو متعلق بالقضية الفلسطينية أو حتى تقلل الوصول إليه. وهذا خرق واضح، ليس فقط انحياز، خرق واضح للقيمة الأساسية التي أسست عليها هذه مواقع التواصل الاجتماعي، ألا وهي حرية التعبير. ده انحياز واضح، يعني لا يمكن لأحد أن يغطي عليه، انحياز واضح إلى الطرف الآخر، إلى الطرف الكيان الصهيوني، ولا يمكن لأحد أن يبرره. تتزامن أحداث الشيخ الجراح مع الذكرى 73 للنكبة الفلسطينية الذي يتزامن مع 15 ماي، وهنالك تشابه ملحوظ بين الحدثين. هنالك علاقة بين الحدثين؟ نعم، هناك علاقة أو بالأحرى ارتباط بين أحداث حي الشيخ الجراح والنكبة عام 1948. فنجد بأن التاريخ يعيد نفسه وهم يقومون بالتوسع على حساب الأراضي الفلسطينية. تعتبر القضية الفلسطينية أم القضايا بالنسبة للشعب الجزائري، وحسب اعتقادي فيعود ذلك أولا للخلفية الدينية للشعب الجزائري الذي يعظم الأماكن المقدسة في الدين الإسلامي، وبما أن المسجد الأقصى يرزح تحت الاحتلال فهذا جعل من القضية الفلسطينية أكبر انشغالاته. وللتأكيد على ذلك، فقد شارك الجزائريون في الحرب العربية الإسرائيلية الأولى سنة 1948، بالرغم من تواجد الجزائر آنذاك تحت الاحتلال الفرنسي، وهذا ما يؤكد مدى الأهمية التي تكتسيها القضية الفلسطينية في قلوب الجزائريين. أما ثانيا، فالتضامن الكبير الذي تلقاه القضية فيعود لطبيعة الشعب الجزائري الذي خاض تجربة الاحتلال المرير، وهو ما لا يرضاه للشعوب الأخرى بصفة عامة والإسلامية بصفة خاصة. إن التضامن المنقطع النظير الذي تلقاه القضية الفلسطينية من الشعب الجزائري يترجم عبر ما نراه في التظاهرات الثقافية والرياضية وحتى السياسية، فكثيرا ما نرى العلم الجزائري جنبا لجنب مع العلم الفلسطيني، فنعتبر هذا كتعبير عن هذا التضامن الكبير. وما المقابلة التي جرت في الجزائر بين المنتخبين الأولمبيين الجزائري والفلسطيني إلا دليل على ما سبق ذكره، حيث تعالت الهتافات من ملعب اكتظ عن آخره ونصر المنتخب الفلسطيني سجل هدفا وكأن الجزائر هي التي سجلت، فهذا مثال حي على مدى رسوخ القضية في قلوب الجزائريين. أما على المستوى السياسي فقد تبنت مختلف القيادات التي تداولت على السلطة في الجزائر نفس الموقف الشعبي، فمن الرئيس هواري بومدين الذي أطلق مقولته الشهيرة نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، إلى الرئيس شادلي بجديد الذي عرفت فترته إعلان دولة فلسطين على أرض الجزائر في 23 نوفمبر 1989، إلى الرئيس الحالي تبون الذي صرح أن القضية الفلسطينية تعتبر أم القضايا. فكل هذا يبين لنا مدى ثبات الموقف الجزائري اتجاه القضية. لا يختلف التفاعل الحالي للشعب الجزائري في قضية الإخلاء حي الشيخ جراح العتيق المحاذي للمسجد الأقصى عن سابقاته من القضايا والاعتداءات، ويتجلى ذلك حاليا عبر منصات التواصل الاجتماعي التي تضج بالتعليقات وبمتابعة الأخبار وإعلان التضامن عبر الهاشتاغات وحشد التأييد للقضية مع غير العرب. بما أن القضية الفلسطينية تحتل مكانة خاصة لدى الشعب الجزائري فإن التفاعل هو دائم ومستمر، ولكن في وقت الأزمات يزداد شدة هذا التفاعل، فيسعى الجميع كل حسب مقدرته ووضعه في إظهار هذا التفاعل. إن اللوبي الصهيوني العالمي المؤثر والمالك لوسائل القوة أي المال والإعلام يتحكم في عدة وسائل إعلام ثقيلة ويؤثر على مالكي التطبيقات ذات التأثير الواسع كفيسبوك وتويتر وتطبيقات أخرى، فهذا اللوبي يسعى دائما للضغط على مراقبة نشر المعلومة، فيدعمون المعلومة التي تساعدهم وتساعد آراءهم، ويهمشون ما يفضح سياساتهم العنصرية خاصة في الأراضي المحتلة.
فنعم نجزم أن هناك تحيزا واضحا لطرف على حساب طرف آخر نعتبره ضحية، وذلك في عرف الأحرار الذين يعترفون بعدالة القضية الفلسطينية. نعم نستطيع أن نربط هذين الحدثين الهامين، أي تدخل في حي الشهيد الشيخ جراح والنكبة التي حدثت سنة 1948، حيث أن في كلا الحدثين هناك احتلال للأراضي وإخلاء للسكان، وهذا ما يجعل الحدثين مترابطين. من مقومات الشعب الجزائري أنه شعب محافظ لا يقبل المساس بدينه ولا بمقومات دينه ولا بمقدسات دينه، فالمساس بأولى القبلتين المسجد الأقصى يعتبر المساس بالمسجد الحرام ويعتبر المساس بالدين الإسلامي، فلهذا الشعب الجزائري لا يقبل أبدا أن تمس فلسطين، وكذلك فهو يتشارك مع الفلسطينيين أنه يعتبر الشعب الوحيد الذي خاض حربا وخاض احتلالا دام 132 سنة. حضور العالم الفلسطيني في مختلف المحافل الجزائرية هو دليل صارخ على أننا نعتبر الدولة الفلسطينية هي أحد مقومات وثبات الشعب الجزائري، حيث لا تقوم الدولة الجزائرية بدون حضور الدولة الفلسطينية، وذلك يعبر على أن الدولة الفلسطينية تكمل الدولة الجزائرية باعتبار أن دين الدولة الجزائرية هو الإسلام، ويحرصنا الإسلام على الحفاظ على مقدساتنا ألا وهي المسجد الأقصى والمسجد الحرام، فإذا تخاذلنا حماية أحد هذين فإننا سنعمل على خذلان دين الإسلامي، ولهذا فهي حاضرة في جميع محافلنا دون أن نغيبها سواء في محافل كروية أو محافل فنية، ولهذا فالشعب الجزائري لا ينسى أبدا القضية الفلسطينية ولا يمل أبدا من دعمها. الإعانات التي يتلقاها الشعب الفلسطيني من الشعب الجزائري لا تنقطع أبدا وتظل طول العام، وليست مقترنة بأزمات أو مناسبات معينة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني هم شعب واحد لا يمكن أن يعيش أحد دون الآخر. ومن مقومات الشعب الجزائري كذلك أنه شعب كريم وشعب يحب الخير لأخيه، فلهذا لا يمكن له أن يرى الشعب الفلسطيني يمر بحالة من الجوع، يمر بحالة من التشرد، أو يمر بحالة من الضياع، فهو يحاول دائما أن يأوي أخوه الفلسطيني، أن يحمل له الغذاء، أدوية، أن يحمل كل ما يستطيع برغم بعد الحدود. معظم المنشورات التي تنشر على غرار الفيسبوك، تويتر أو الواتساب يتم حذفها، يتم حجبها، أو يتم كذلك اللعب بخوارزميتها من أجل عدم وصولها لجماهير، فهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود لوبيات تتحكم في هذه الشركات وتتحكم في المحتوى الذي تبثه هذه الشركات، حيث أنها تعمل على الضغط على مستخدميها وسائل التواصل الاجتماعي من أجل عدم دعم قضايا معينة على غرار أخرى. يؤول العديد من المحيثين السياسيين أن أحداث الشيخ جراح والنكبة الفلسطينية قد تزامنا في نفس التاريخ، ولكن على عكس ذلك فيمكن لنا أن نعتبر ذلك لتقارب الحدثين، ولكن ليس هذا السبب الرئيسي، حيث أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جهز من أجل إحداث فوضى على مستوى فلسطين لأغراض سياسية، هي أولها أن يدعم حملته الانتخابية لترشح لمنصب رئيس الوزراء، وكذلك للتغطي على جرائم الفساد، لأنه من المعروف جدا أنه في معظم الأحداث السياسية إحداث الفوضى يعمل على تغطية الخرائب التي يصيب بها الرجل السياسي، ولهذا فبنيامين نتنياهو عن طريق هذه المجازر سيحصل على تضامن إسرائيليين، مما يجعله غير قابل للمرور أمام المحكمة الإسرائيلية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية العدد، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى عدد آخر.